مساء الخير أعزائي المشاهدين من قلب مدينة الإنتاج الإعلامي باستديوهاتنا في 6 أكتوبر. النهاردة في برنامج مصر عنوان الجمال بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين؟ كل سنة طيبين بمناسبة عيد الشرطة. إيه يا عم دوت، إحنا مالنا ومال عيد الشرطة ده ذكرى بتعدي. لأ، ما هو لو إحنا النهاردة شرطتنا وجيشنا إن ما كانش تمام وثابت في مكانه وبيشوف شغله كويس جدا، احنا مش هنبقى طيبين. خدوا بالكم دايما انا في الكلام بحب اغوص في اعماقه شويه في معناه، مش حكايه كل سنه وانت طيب وخلاص. احنا النهارده بنحتفل بسبعين سنه عن ذكرى هشرحها بسرعه. كانت سنه 52 في 25 يناير 52. ايه اللي حصل يا روبير؟ طبعا 1952. ايه اللي حصل؟ مصر كان في اتفاقية سنة 36 ومصطفى باشا النحاس قال لك احنا هنلغي الاتفاقية ديت. جم الانجليز وهم موجودين قال لك لا، فحصل انتفاضة شعبية. انتفاضة شعبية لما حصلت كان بيساندها البوليس المصري وكان في احتلال انجليزي. لما كان في الاحتلال الانجليزي كانوا بيعملوا قمع للفدائيين والمجاهدين اللي بيساعدوا حكومتهم وبيساعدوا البوليس المصري والبوليس بيساعد المجاهدين. حصل نوع من انواع التكاتف الشعبي مع شرطتهم، والشرطه كانت بتحمي الشعب في هذا الوقت العصيب اللي كانت مصر فيه محتلة من الجيش الانجليزي. جه قائد الانجليز في مصر انذاك ويكلم الحكومة المصرية او في المحافظة في اسماعيلية. البوليس قال لهم ارحلوا وتركبوا اول قطر وتتكلوا على الله. اول قطر وتتكلوا على الله كان بيكلم ضابط الاتصال. ضابط الاتصال بلغ، جه كلمه ضابط عظيم كان اسمه النقيب مصطفى رفعت، في الوقت دوت كان نقيب. قال له احنا لن نرحل عن اسماعيلية. كانوا عايزين يمشوهم، وكان اياميها اسماعيلية منقسمة لاتنين، الحي الافرنجي والحي العربي، ويعملوا سور وكانه بيقسم دوله جوه، وبحيث ان هو المنشات والشغل بتاعه اللي بيتضرب المقاومه ضد الانجليز دوت كده هو ايه جنبها. طيب فراح كلام بعمق وقال له انت لو ما مشيتش احنا هنبيدكوا. ساعتها النقيب مصطفى رفعت اتصل بوزير الداخلية آنذاك كان فؤاد سراج الدين. اللي هو فؤاد سراج الدين قال له انتوا عددكم كام؟ قال له احنا 800. قال له ما تسيبش مكانك. انا بس يعني حاولوا تتخيلوا عشان تبقوا فاهمين ايه موضوع عيد الشرطة. احنا نقول عيد الشرطة كل المعظم، انا بتكلم في المعظم، عيد الشرطه هناخد اجازه يوم 25 يناير، بالمناسبه الاجازه هتبقى يوم الخميس الجاي. الجد بعد كده هوت مصطفى رفعت كلم الرجاله بتاعته قال لهم احنا قاعدين مش هنمشي ومش هنسلم المكان، قاعدين ياخدوه على جثثنا. انا هكمل الموضوع دوت، بس انا على فكره فاتح حوا وفي مداخلات كتير هتبقى موجودة، وكان معانا مفروض سيادة اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة لظروف معينة، بس هيبقى معانا مداخلة تليفونية النهاردة ما جاش. معايا أم الشهيد وليد عصام، سيادة الرائد وليد عصام، الحاجة نجاة حسن. هقول لها مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الو حاجة نجات. الو. ايوه يا فندم مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه يا ام الشهيد.
وحضرتك طيب وبخير وبصحة انا يعني انا عارف ان الموضوع صعب، بس احنا كان يهمنا النهاردة واحنا بنتكلم عن الشرطة وتضحياتها لينا ان نتكلم معايا ام الشهيد وليد عصام الرائد البطل. انا مش هتكلم عليه، عايز حضرتك تكلمينا مين هو سيادة الرائد الشهيد وليد عصام. معلش. ألو. الرائد وليد عصام مواليد 88 واستشهد في الكتيبة 101 سينا، وهو الله يرحمه كان بيسعى للشهادة وبيطلبها، وطلب إن هو بنفسه يروح سينا من ضمن الدعم اللي كان رايح سينا تمام. لحبه للوطن وللدفاع عنها. كان بيخدم فين قبل ما يروح سينا يا فندم؟ كان بيخدم في الأمن المركزي بسينا لا قبلها 5 سنين. كان بيخدم في أسيوط؟ نعم، كان بيخدم في أسيوط مظبوط؟ قعد سنة ونص في أسيوط أمن عام، وهو كان بيحب الأمن المركزي، ولما وجد إن طالبين الأمن المركزي في سينا فطلب إن هو يكون من ضمن مجموعة الدعم اللي توصل لسينا، طيب أنا وفعلا راح سينا، آه وكان المفروض مثلا 3 سنين ويرجع، لكن هو كمل في سينا لحبه للدفاع عن الوطن، وكان دايما بيسعى للشهادة، و طلب في الكتيبة 101، كان ماسك اتصالات بين الجيش والشرطة، واستشهد في الكتيبة يوم 29/1/2015، و يوم تاني يوم الجمعة طلبونا ان احنا نروح للألماظة ما لقيناهوش، وجه يوم السبت، يعني وهو كان دايما يسعى للشهادة وبيحب دايما الشهداء، وكان يقول ليه ما كنتش انا الشهيد اللي استشهد ده، فربنا نقول الشهداء اللي هو كان دايما بيسعى ليها. تمام يا فندم، يعني احنا دلوقتي الشهيد عندنا ده وليد عصام مثال حي لحب العمل وحب الوطن، ان هو اللي طلب ان يطلع سينا، وعلى حسب ما احنا عارفين يعني الخدمة بتبقى 3 سنين، خلصوا 3 سنين وطلب بإلحاح انه يمد تاني لان المكان محتاجه، وفعلا امد ليه مدة تانية واستشهد مظبوط. الو مظبوط تمام يا فندم معلش. طيب احنا النهارده واحنا في عيد الشرطه انا عايز يعني شعورك، وده سؤال انا ما بحبوش قوي بس معلش انا احب الناس تسمعه، شعورك كأم وفي حته منك ضحت بنفسها عشان بلدنا تعيش، هو احساسك احنا ايه؟ طبعا اتفضلي يا فندم. هو احنا طبعا بدون الشرطة والجيش لا شيء، يعني هما يعني سبب الدفاع من اجل ان احنا نعيش ومن اجل بناء الوطن، وابني كان بيسعى للشهادة، فلازم اكون فرحانة ليه. الدموع والوحشة موجودة، لكن انا فرحانة بانه حقق حلمه وحقق امله في الشهادة، ووعد ربنا ان هما احياء عند ربنا يرزقون، فهو ما سابنيش، هو حي وبيحس بينا وبيبقى موجود معانا في كل، ومجرد جسد مش موجود، أمانة عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا سعيدة بأنه هو حقق أمنيته، أنه هو حي، إحنا كلنا أموات إنما هم اللي أحياء، وببلغ يعني كل تحياتي للشهداء للشرطة جميعا، رجال الشرطة جميعا، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وببلغ تحياتي لكل أرواح شهدائنا، ربنا يسعدهم بجنتهم مع الأنبياء والشهداء. أولا أنا بشكر حضرتك وبشكرك على تحملك، وإحنا كمان 6 أيام يعني هيبقى هنقول احتفال بسفره للجنة مظبوط كده، يوم 29 يناير، يعني هو استشهد 29 يناير. ألو ألو تمام، بقول لحضرتك هو كمان 4 6 ايام هيبقى فيه الاحتفال السابع ليه لسفره للجنه، مظبوط الكلام؟ اكيد 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 تمام يا اكيد فندم، انا بشكر حضرتك وشكرا لما قدمتيه بفلذه كبدك لبلدنا مصر، شكرا يا فندم، شكرا.
واحنا دلوقتي يعني هو موقف صعب ان احنا بنيجي نتكلم على ام، وفي امهات كتير شايفيني وفي ابهات، انت بس يعني مش عارف اقول ايه. يعني تخيل ابنك اللي قدامك او اللي انت شايفاه دلوقتي او شايفه، يعني التخيل غير الاحساس، ده بيدافع عننا. انا بس في نقطة هرجع تاني للقصة بتاعت اسماعيلية اللي هي 70 سنة وعيد الشرطة. فكرة ان برنامج السياحي مصر عنوان الجمال بيحتفل بعيد الشرطة، ده انا بربط ما بين السياحة من ضمن مقوماتها او من ضمن اساسياتها او من ضمن دعمها الشرطة. هو انت النهاردة تقدر تروح بلد سياحية ما فيهاش امن؟ او بمعنى اصح هنقولها بطريقة تانية، انت ينفع، تعالوا نفتكر كده هو المشكلة اللي حصلت ساعة الثورة، سيبك من الوباء، احنا في وباء دلوقتي الدنيا يعني ربنا يزيح، مين كان يقدر يجي ساعتها مصر او بلاد جنبنا حوالينا احنا عارفينها ومفيش داعي لذكر اسمائها، لما بيحصل فيها مشكلة في الامن مين يقدر يروح لها؟ تعال اعتبر ان الفنادق ببلاش، السفر ببلاش، الطيران ببلاش، هتروح تموت. لكن احنا عندنا مصر كنا بنتكلم في كام حلقة اللي فاتت، اتكلمنا على البنية التحتية وقلنا في مطارات وطرق وده مهم للسياحة. انا بوضح نقط علشان كانوا بيقولوا لي يعني ناس من الاصدقاء لما عرفتهم ان هنعمل حلقة مهمة عن عيد الشرطة قال لك مال ده ومال ده. لا انا بتكلم، لا انا كل حاجة، عشان احنا كده برنامج مختلف وده البرنامج السياحي الوحيد، وده انا بكررها دايما الموجود على الساحة دلوقتي، احنا بنبص بعين الخبرة. النهاردة انا بتكلم بشكر الشرطة متمثلة في الضباط، في امناء الشرطة، في القيادات اللي هم بيحافظوا على الامن وبيحافظوا على الاجانب. وانا كان المفروض معايا سياده اللواء فؤاد وهو هيتكلم دلوقتي، هيعمل في مداخله، كان هيشرح لنا دوت، هيشرحه بالتفصيل ان ازاي ان الشرطه المصريه بتامن الافواج السياحيه كتامين في الطريق، بتامن المنشات السياحيه كفنادق، بتامن كل ما هو مرتبط بالسياحه وبالتالي بتامننا. انا بتكلم بقى في الحته بتاعتي، في الحته بتاعت السياحه، انا النهارده سياحه، الشرطه مهمه جدا. نرجع تاني لموضوعنا بتاعه قصه اسماعيليه. قصه اسماعيليه ايه اللي حصل فيها؟ جه القائد الانجليزي حاوط وحاصر مبنى المحافظه بتاعه اسماعيليه، كان معاه النقيب مصطفى رفعت معاه 800 مجند، ودوت اللي قاله للواء فؤاد سراج الدين وزير الداخلية انذاك. هم كانوا كام؟ كانوا 7000. الراجل مصطفى رفعت ورجالته معاه اسلحة خفيفة، اسلحة خفيفة بنادق ومسدسات، دي كلمة الاسلحة الخفيفة. الباشا التاني طيب معايا دلوقتي سيادة اللواء فؤاد علام وكيل جهاز امن الدولة السابق. مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. انا مش سامع الصوت يا ابني. طب يا ريت نعلي الصوت لسيادة اللواء من فضلكم. ايوه يا فندم الصوت واطي خالص، يا ريت حد يعلي الصوت. طيب كده كده سامع حضرتك؟ لا واطي برضه. طب ثواني يا فندم، ثانية واحدة، ممكن نعلي الصوت لسيادة اللواء من فضلكم؟ ايه كده 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 تمام يا ريس؟ مفيش فايده، اتفضل. طيب سياده اللواء، حضرتك بخبرتك الامنيه الكبيره، اولا كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الشرطه. وانت طيب. كتر خيرك يا فندم. وحضرتك كنت مسؤول في وقت ما عن السياحه في مصر، الامن السياحه، مظبوط؟ ايوه تمام. حضرتك انا عايز اعمل ربط ما بين الشرطة والامن والسياحة، هل من الممكن ان السياحة تزدهر بدون امن قوي؟
مش بس السياحة، كل شيء مرتبط بوجود استقرار أمني في الدولة. والسياحة على أن شرطة السياحة بتقوم بدور مهم جدا، لأن حضرتك عارف أنه أحد مصادر الدخل بالعملة الصعبة هي السياحة. وإذا لم تكن هناك حالة استقرار وتأمين وأمان للسائحين بيحصل تراجع في أعداد السائحين اللي بيزوروا مصر. وبالتالي مهم جدا أن احنا نهتم بالعمل في مجال تأمين السياح في زياراتهم لمصر. من خلال عملي في شرطة السياحة كان يعني الشيء الصعب اللي أنا قابلته وشفت أن احنا لازم نهتم به، وعي المواطن المصري بالسياحة. للأسف الشديد يعني البعض، وأتمنى أن يكونوا قلة، يعني بيرتكبوا جرائم تعمل على نزوح السياحة أو التقليل من عدد السياح اللي جايين يزوروا مصر. فمثلا بعض سواقين التاكسي الغير واعيين كانوا بيبالغوا جدا في الأجور اللي يتقاضوها. يعني مثلا سائح نازل من الهيلتون في ميدان التحرير عاوز يروح الهرم، يقول له $200. السائح متصور او متعود ان الكلمه اللي بتتقال له صادقه، فيدفع ال $200 عشان يوصله من الهيلتون لمنطقه الهرم. تمام. الاخوه المسؤولين عن الجمال والخيول اللي بيأجروها في منطقه الاهرام كثيرا ما كانوا بيرتكبوا اعمال يعني تسيء تماما للسياح. يركب سايح او سايحه لجمل من الجمال ويمشي بيه لغايه ما يطلع بره العمران في عند الهرم الثاني او الثالث من بتاع، وبعدين يبدا يساوم السائح او السائحه اللي راكبين الجمل علشان ينزلها لازم ياخد $100 ولا $200 حسب ما هو بيشوف. يعني بيبالغ جدا في مثل هذه الخلاصه. وعي المواطن المصري بالسياحة وما يجب أن تكون عليه ده شيء مهم جدا. بأناشد السيد وزير السياحة بالتنسيق مع مدير شرطة السياحة أنهم يهتموا به. أيضا الإعلام، الإعلام مطلوب منه أنه يوعي المواطن المصري بكيفية التعامل مع السياح مش استغلاله. من الجرائم اللي انا شفتها في الوجود وكنت يعني كانت شيء سيء جدا، انه السياح بيتجمعوا في فندق، المندوب شركه السياحه بياخد الشنط بتاعتهم وبيسبقهم عشان يروح يعمل الاجراءات في مطار القاهره. بعض الشنط كانت بتختفي إما بإهمال، بتسقط، بتقع، بتضيع، أو بيتم سرقتها أو ما شابه ذلك. وبالتالي مهم جدا إنه المسؤولين عن شرطة السياحة مع شركات السياحة يعملوا نظام يضمن به سلامة وصول الحقائب بتاعة السواح، علشان مع حد ما يبقاش فيه عملية سرقة أو عملية إهمال شنط تقع في الطريق وهكذا. الخلاصة الوعي السياحي مهم جدا، الإعلام عليه دور كبير جدا في خلق أو المساهمة في إزاي نوعي المواطنين لكي يتعاملوا مع السياح بالطريقة اللي تجذبهم مش تنفرهم. السيد وزير السياحة راجل نشيط جدا خصوصا في مجال الآثار، أتمنى أن يكون عنده معلومات عن مثل هذه المشاكل وأنه يهتم بعملية الوعي السياحي لدى المواطنين مهمة جدا. كان في جمعية أصدقاء السواح أو السياحة من المواطنين المصريين
ما اعرفش هي موجوده ولا اختفت، انما كانت بتقوم بدور وكانت بتعمل لقاءات وكانت بتجيب شباب وتدربهم ازاي يقابلوا السائح وازاي الناس. المرشدين بتوع السياحه بعضهم محتاج لمراجعه، لازم يكونوا على مستوى اخلاقي اولا وعلمي ثانيا، ويكونوا بيجيدوا جدا اللغات خصوصا اللغة اللي هم بيتخصصوا فيها وبيتعاملوا فيها مع السياح اللي بيتكلموا هذه اللغة. أنا واثق إن وزير السياحة بالتأكيد عنده علم في هذا، إنما لغاية دلوقتي أنا شايف نشاط مركز أو النشاط المعلن على الأقل مكثف في مجال الآثار أكثر منه السياحة. يا ريت يكون سمعنا في هذا الحديث ويبقى له رؤية في كيفية معالجة بعض هذه الأمور وزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين. طب وأنا معايا برضو الخبير الأمني الكبير. لا الصوت واطي مش سامع حاجة. حضرتك وأنا معايا الخبير الأمني الكبير فؤاد علام. أنا دلوقتي مشكلتين زي اللي حضرتك ذكرتهم، تنصحنا بإيه او تنصح القيادات اللي موجوده دلوقتي تعمل ايه للي بيسرق شنط او الشنط بتفقد او العربيات اللي ب $200 تنصح بايه السياحه تعمله؟ انا يعني لابد من اتخاذ اجراءات عنيفه جدا لمواجهه مثل هذه الاخطاء الجسيمه سواء كانت مقصوده او باهمال. ايا كان لازم شركات السياحه يفرض عليهم غرامات وإجراءات عنيفة جدا في حالة وجود مثل هذه المخالفات. يعني اختفاء الشنط الشركة تبقى مسؤولة عن تعويض السائح بكل محتويات الشنطة اللي فقدت أو ضاعت أو اتسرقت. السواق التاكسي اللي يبالغ في الأجر اللي ياخده تسحب منه الرخصة وإن يصدر قانون يسمح بتوقيع عقوبة فورية، إما باحتجاز العربية التاكسي اللي بتستخدم لمدة معينة حسب الجريمة اللي هو ارتكبها، أو توقيع غرامة عليه يعني يدرسهم، أو بحيث يبقى في مواجهة جادة في هذا. أهم من هذا الإعلام، الإعلام لازم يبصر الناس دول يفهمه. يا ريت سيد وزير السياحة يعقد اجتماعات مع المختصين ويبقى في ناس تحضرهم وتقول لهم إيه الخطورة بتاعة ارتكاب مثل هذه المخالفات علشان يبقى لها اثر فيه. وزي ما بقول لك الاعلام لازم يقوم بدور مكثف اولا في حث المسؤولين لاتخاذ اجراءات او سن قوانين تساعد على مواجهه مثل هذه المخالفات. طب اولا انا بشكر حضرتك، بس يعني احنا في مصر عندنا اماكن سياحيه كتيره جدا وكل حته فيها جميلة، واحنا بندعو ان السادة السواح يشرفونا في مصر، ومن ضمنها كمان كان رحلة العائلة المقدسة، ده كان من كام حلقة فيها كذا نقطة. هل احنا النهاردة عندنا القوة الامنية المتخصصة في السياحة للسيطرة على هذه النقط كلها، ولا لسه شوية او محتاجين تدريب برضو لبعض شرطة السياحة عشان يبقوا متمكنين من دوت يا فندم؟ هو في اعداد مش بطاله، انما قد يكون في حاجه الى تعزيز والى ترشيد القوات اللي هتعمل في السياحه. يعني الضباط قادرين وعندهم معلومات وبيكلموا لغات وبتاع، انما الافراد والجنود اللي بيكلفوا بمثل هذه الاعمال يا ريت يبقوا فئه من المثقفين. يعني يا ريت وزارة السياحة تعمل تنظيم أو تستصدر قانون يسمح لها إنها توجد رجال أمن من خريجي الكليات، يعني على مستوى ثقافي وتعليمي جيد، بحيث يبقوا
هم دول اللي بيتعاملوا مع السياح في خصوصا في الاماكن الاثريه. يعني انا السنه اللي فاتت كنت في رحله الى الاقصر واسوان. تمام. اما رحت الاقصر للاسف الشديد ما فيش من القوات على مستوى انها تتعامل مع هؤلاء. مخبرين ما بيعرفوا، يمكن المواطن العادي في الاقصر واسوان بيتكلم لغات. انما رجال الامن لانهم جايين من بلدان اخرى ما هياش من بلدان الصعيد ما بيتكلموش لغات. لا، يا ريت يبقى في تنظيم في وزاره الداخليه ان كافه العاملين في شرطه السياحه يكونوا من المثقفين علشان يقدروا يتعاملوا مع السياح ويبقوا فاهمين السياح عاوزين ايه. ايضا بأناشد السيد وزير السياحه مرة أخرى، بعض الأماكن الأثرية مهم جدا إنه يبقى في محترم، قهوة يعني يقدروا يقعدوا فيها. يعني الأماكن دي محتاجة لتطوير. أعتقد إن وزير السياحة والآثار يعني بيقوم بجهد كبير جدا في اكتشاف الآثار، انما انا اتمنى انه يكون جزء من هذا الجهد لتطوير المناطق الاثريه بالكامل. دورات المياه لازم تكون على مستوى، لازم يكون في كافيهات واماكن محترمه وعلى مستوى عالي جدا، منظيفه جدا، كل ده مطلوب. ارجع واقول الاعلام عليه دور مهم جدا لمناقشه مثل هذه القضايا. يعني يا ريت يبقى في بعثه اعلاميه من اي جورنال او اي جهه مهتمه بالموضوع ده وتصور بعض هذه المناطق علشان تلفت نظر المسؤولين وعلى راسهم السيد وزير السياحه لمواجهه مثل هذه الاماكن وتطويرها بالصوره المناسبه. اولا بشكر حضرتك انك ذكرت الاعلام كذا مره، ودوت يعني انا واحد من الاعلام، انا دوري اهو انا ماسك منطقه السياحه ومركزين فيها، بدليل ان احنا استغلنا مناسبه جميله قوميه عيد شرطه ودخلناها في السياحه، ان ده شيء لزوم الشيء. عمرنا ما هيبقى في سياحه من غير ما يبقى عندنا شرطه قويه. اخر حاجه قبل ما انهي مع سعادتك، وده مش عيب ان احنا برضو نتعلم وناخد خبرات بعض، شرطة أسبانيا وفرنسا، ليه قلت أسبانيا وفرنسا؟ لا، عندهم 80 مليون و 75 مليون في السنة، ليه ما نعملش نوع من أنواع تبادل الخبرات وإزاي بيقدروا يتعاملوا مع هذه الملايين؟ يبقى في نوع من أنواع الدورات، التدريبات، حد من عندهم يجي إحنا نروح لهم، هل ده ممكن ولا؟ ممكن جدا، يعني حضرتك تبنى هذا و اعمل لقاء مع المسؤولين عن شرطة السياحة وعن وزارة السياحة وقدم مثل هذه المقترحات. بالتأكيد لو نجح، يعني أنا هقول لحضرتك تجربة خاصة بي. اتفضل يا فندم، اتفضل. أنا اخترت مجموعة من الأفراد وأنا مدير شرطة السياحة. تمام. وعملت جزء في القلعة مبيت لمجموعة وعملت لهم تدريب بعد تنقيط وعملنا زي خاص. وكانت كان يعني وزير السياحه في هذا الوقت سلطان الله يرحمه كان متعاون جدا معايا واداني كافه الامكانات بحيث ان عملت المبيت بتاع هذه المجموعه في القلعه عن حاجه راقيه جدا. تمام. في مطبخ راقي زي راقي وعملنا زي خاص. يا ريت نعيد هذه التجربه على كل مستويات العاملين في شرطه السياحه خصوصا من الافراد. اطلع وصور الاماكن دي وشوف علشان تلفت نظر كل المسؤولين الى المستوى بتاع العاملين، ما هوش المستوى اللي يبقى يعني جاذب للسياحه، بالعكس هيبقى مناسب للسياحه. انا هدي لك قصه بسيطه. اتفضل. اقولها لك. اتفضل يا فندم. السياح اللي كانوا بيروحوا المتحف اللي في ميدان التحرير. ايوه. ما كانش فيه باركينج لسيارات الاتوبيسات اللي بيستخدموها، فكانوا بيبعتوا الاتوبيسات تروح تركن الناحيه الثانيه من النيل عند نادي الشرطه وعند تمثال سعد زغلول. ايوه.
يخرجوا السياح من المتحف يدوروا، يقفوا مثلا ربع ساعه نص ساعه ينتظروا الاتوبيس لغايه ما يجي من مكان انا يعني تفاهمت مع السيد محافظ القاهره في هذا الوقت وسكرتير عام المحافظه، وخدنا الجزء اللي قدام المتحف وعملناه موقف خاص بسيارات السياح اللي هو موجود حتى اليوم. لو حضرتك شايفه قدام المتحف هتلاقي المحاط المكان ده ما يدخلش فيه الا الاتوبيسات بتاع السياح. مثل هذا العمل اما يطلع السائح يلاقي الاتوبيس بتاعه مش يقف. حضرتك فاكر الحادث بتاع التفجير اللي تم في هذه المنطقه؟ طبعا. يعني مثل هذا الحادث لو في مثل هذا الباركينج في كل منطقه من هذه المناطق ما كانش يبقى فيه اي احتمال لنجاح اي عمليه ارهابيه ضد السياح او قريه المواصلات بتاعتهم. بس سياده اللواء كل القصص اللي حضرتك قلتها لا الصوت واطي خالص يا ابني. طب حضرتك القصص اللي حضرتك سردتها دلوقتي علشان انت كنت بتفكر خارج الصندوق، معنى كلام سعادتك ان احنا لازم دلوقتي نفكر بره الصندوق علشان نعرف نشتغل وننتج ونجيب حاجه جديده، بالذات في احنا 2022. مظبوط مظبوط يا فندم، بتقول صحيح. طيب يجب ان احنا كلنا نفكر خارج الصندوق، انما الاسلوب الروتيني القديم لم يعد يصلح، لان الجمهوريه الجديده اللي يعني بدات تبان معالمها لازم كل الناس تبقى في نفس الاتجاه وبنفس القدرات. سيادة اللواء فؤاد علام، أنا بشكر سعادتك جدا على المداخلة القيمة، وكان نفسنا تبقى معانا بس إن شاء الله تبقى معانا في مرة تاني. شكرا جدا لنصايح حضرتك يا فندم. شكرا. العفو. شكرا. كل سنة وأنت طيب. يعني إحنا حاولنا نقصر الكلام وجبناه ما قل ودل. شفنا سيادة اللواء بيحكي في حاجات حدثت قبل كده وممكن تحدث بعد كده، وإزاي قدر يحل مشكلة أتوبيس، مشكلة مبيت في القلعة. يعني مفيش، يعني احنا لو هنمشي تبع القانون يبص كده يفتح الكتاب كده خلاص كل واحد يبات في حتة وبعدين يجيله الساعة 8 الصبح يبقى جاي متبهدل بالمواصلات وي الراجل خرج بره السياق وعمل مبيت في القلعة، عمل مبيت في كذا. أنا بحكي في النقط دي علشان احنا نقتدي بيه. معايا صور هتنزل دلوقتي وهشرحها على السريع لان احنا مصر عنوان الجمال. انا عايز اوري اسماعيليه، نسيت بشوف احنا جات المداخلات بسرعه. احنا في اسماعيليه لما حصل الحادثه اللي حصلت دي في 52 والحصار، احنا مات من عندنا 52 شهيد و80 مصاب، وعند الانجليز مات 13 واتصاب 20، وهم خارجين فضلوا يحاربوا لغاية لما الذخيرة بتاعتنا خلصت. لما الذخيرة خلصت ايه اللي حصل؟ خرجوا طبعا كان في أسرى، والقائد الانجليزي امر جنوده يضربوا لهم تعظيم سلام علشان حاربوا بشرف. احنا دلوقتي شايفين دي صور دي اثناء المعركة، معركة اسماعيلية 52 ديت دبابة لوب على طول الصور يا عبد السلام. ده مبنى المحافظه اثناء القصف، يعني مبنى المحافظه ده ما بقاش في مبنى اساسا، ما بقاش في، ما هو اتخرب، ده كان بيضربوا علينا بالدبابات عشان بس نبقى واضحين والكلام كمل. دي اسماعيليه دلوقتي، اسماعيليه دلوقتي احنا النهارده في اماكن حلوه جدا، لولا الشهداء بتوعنا ولولا وقفه رجاله سنه 52 لولا ان احنا بنستمتع بهذه المناظر الجميله. يعني دي ده منظر من فوق باخره، ودي الكونتينرات اللي بتعدي على القناه، ودوت كوبري السلام، ده كوبري السلام اللي عند الانطره شرق اللي بعد كده يطلع على سينا. ده الحي الافرنجي، نبص كده، ده الحي الافرنجي، كان في حي افرنجي والحي العربي، ده معمول قطعه من باريس كانوا مصممين ومهندسين فرنسويين، ده قطعه نسخه طبق الاصل من شوارع باريس وباقي حتى هذه اللحظه. نكمل لوب.
ديت برضو صورة من على باخرة بتعدي القناة، وده كوبري السلام. دي طبعا في أجانب بيمشوا برضو، احنا نجيب كوبري السلام لأن هو ده تمام. ده المسجد وده الكنيسة، دي برضو مبنية أيام قبل 52. وفي النصب التذكاري اللي بنعدي من عند معدية رقم 6 وبنلاقي النصب التذكاري هناك. ودي بحيرة التمساح طبعا، معانا في الكنترول الأستاذ ياسر مطيري بإسماعيلية أهو، فرحان جدا. وده برضو ده جزء تاني من الحي الأفرنجي اللي هو الجميل اللي موجود هناك. واللي ورا خالص دوت مبنى الارشاد. دي الجاليه اليونانيه، دي لوحه موجوده سنه 49. الجاليه اليونانيه دولت كانوا معانا هنا، كانوا يعني بيشتغلوا معانا، مش هقول بيشتغلوا عندنا، كانوا موجودين يونانيين موجودين. تمام. انا بعد الصور على طول هنطلع نسمع اغنيه جميله شايفين ده، دي هنا اسماعيليه. فين النصب التذكاري يا مستر تامر؟ النصب التذكاري ده رمز للاسماعيليه، شايفين الكوبري دوت. ايوه اهو، بلد جميله على فكره. اسماعيليه عدد سكانها 1.5 مليون، وتقع ما بين يعني في قلب محافظات، وناسها رجاله وشعبها جميل يعني. طيب نسمع الأغنية وهرجع لكم تاني من فضلك. أيوة نسمع الأغنية وبنعيد فيها على شرطتنا، واتفرجوا على كل حاجة. دي الداخلية، ده الأمن الداخلي مش الجيش، الأمن الداخلي. نشوفها وارجع لكم تاني. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. دي كلمه الريس وكلمه ولادنا. ولادنا يوم ما تخرجوا اقسموا على ده. انا وانت وانتي احنا قاعدين في حما ربنا وحماهم، دولت الامن، دولت اللي بيأمنونا في كل حاجه. زي ما احنا بنيجي نقول الدكاتره هم اللي بيعالجوا، دولت ماسكين الامن. هم دلوقتي في عز البرد، وحضراتكم اللي قاعد تحت البطانيه وقاعد متكتك، انزل تحت وشوف الشرطة وشوف لابسين ومأنفدين ومظبطين وجاهزين كل حاجة. على فكرة
معلش هو يمكن علشان احنا في بعض الاحداث او في حاجات حصلت يقولك ايه انت بتطبل ليه؟ انا بفتخر بولادي، بفتخر باخواتي، بفتخر باهلي اللي ماسكين البوزيشن ده، الماسكين المنصب ده. طيب هم دولت بس كده؟ لا، انا عندي كمان الجيش، احنا هنتكلم عليه في 6 اكتوبر، بس انا بتكلم عليهم هم في السياحة النهاردة. وطبعا يعني كان سيادة اللواء يعني هو عمل معانا مداخلة كبيرة وكان المفروض يبقى معانا، بس عايز اقول كنا عايزين نتكلم على تأمين الافواج، تأمين الافواج السياحية من اول ما بينزل من الطيارة لغاية الفندق لغاية المواقع السياحية اللي بيزورها وبيمشي في الشارع. النهاردة تمشوا تلاقوا فيه الأجانب ماشيين في طلعة حرب وفي وسط البلد عادي جدا، يعني هو ده الطبيعي. بس أنا عايز أقول كان في فترة ما كانش بينزلوا، لا الدنيا أمان. والسياحة أمن قومي ودخل قومي، واحدة من 3 هي والبترول وقناة السويس. وأسرع حاجة السياحة، أسرع حاجة السياحة، أيوة أسرع حاجة السياحة. إحنا السياحة لازم بنهتم بيها جدا. شكرا، انا بشكر شرطة السياحة. وعايز افتكر معاكم كلام سيادة اللواء فؤاد علام، وده يعني كان له باع كبير في مناصب كتير منها المناصب ادارة السياحة، شرطة السياحة في مصر. وقال لنا كان بيعمل ايه وطالب معانا، بس انا بفكركم، وده انا بناشد سيادة الوزير المحترم خالد عناني وزير السياحة والاثار، احنا النهاردة عايزين نقعد مع القيادات. انا عارف انك انت مستني روبير عشان تقول تقعد مع القيادات، لا انتوا بتقعدوا مع بعض، بس احنا لازم نخرج بره الصندوق. اخرج بره الصندوق النهارده، الكوادر اللي عندي سواء ضباط او سواء امناء شرطه او صف ضابط او الذي يعمل في مجال السياحه، دربه، شوف يتعمل له حد تبع الارشاد، يعني اللي في الهرم لازم يبقى عارف ايه قصه الهرم، مش هو واحد بيروح بيخدم وماشي، لا دوت ثابت وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وعلى الاقل يبقى عارف مبادئ لغه. للاسف دايما انا حلقاتنا بتخلص بسرعه، انا قلت النهارده احنا هنطول قوي انا لوحدي، بس هي الخمسين دقيقه بتخلص بسرعه، هي الوقت الحلو بيخلص. بس انا كل اللي هقوله حاجه، مصر عنوان الجمال، جمال مصر بيظهر فئات كتير منهم وأهمها الشرطة. إحنا عايزين شرطة مدربة للسياحة، كوادر كتير عندنا، أماكن كتير، والأيام اللي جاية هتبقى حبلة بالمفاجآت، مواقع هتتفتح. إحنا محتاجين نعمل تدريبات زي ما أنا اقترحت على سيادة اللواء وقال لي يا ريت، تدريبات مع أسبانيا مع فرنسا مع الدول الذي لها باع كبير في السياحة علشان نتعلم ونبقى نتفوقهم كمان. بشكركم شكرا جزيلا. احنا عندنا الحلقة يوم الحد الجاي الساعة 8 مساء، انتظرونا في البرنامج السياحي الأول والوحيد في جمهورية مصر العربية، مصر عنوان الجمال، وروبير الزردوقي معاكم، وإلى اللقاء.